همم. تراهم تام الليل عمد بيته عمودا على محرابه وهو راكع يشعشع بالقرآن أنوار قلبه فعنهن شقت للعيون المدارع يرجع في الديجور رنة ثاكل نحيبا كما ناح الحمام السواجع يناوحه همان هم مخافة وهم رجاء والبرايا هواجع لأمثال هذا يرحم الله خلقه وإن عظمت أفعالهم والشنائع بأمثال هذا تحفل الشاة ضرعها ويسمن مهزول ويقطف يانع كذا الرجال الأفذاذ الأوائل رضوان الله عليهم أهل مجاهدات ومصابرة والمرء قد يتساءل كيف لي أن أصل إلى مراتب أهل الإطمئنان بالإيمان والإخبات للرحمن هذا بأمور على عجل أمر عليها وإلا هي نفسها هذه الأسباب تحتاج إلى محاضرة مستقلة أول هذه الأسباب يقول عنها الشيخ السالم رحمه الله واعتزل الخلق فإن الخلق قد يسرقون للعقول سرقا الخلق هذين أهل زمان الشيخ السالم ترى أهل زمن الشيخ السالم ما أهل زماننا هذين هذا لما تخالطهم هذا لما تعتزلهم ذين لا خالطهم ذين يجلس معهم أهل زمن الشيخ السالم يقول عنهم واعتزل الخلق فإن الخلق قد يسرقون للعقول سرقا واستعملن عنهم التنكر وهذا من الشيخ السالم يعني يجيك واحد يقول الإباضية متشددين يجيك شيخ البخاري الحميدي إيش يقول الحميدي شيخ البخاري إيش يقول يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لنيل العلم أو إصلاح حالي وإيش يقول آخر أنست بوحدتي ولزمت بيتي فطاب لي الهنا ونمى السرور وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور ولست بسائل ما عشت يوما أسار الجند أم ركب الأمير ما يهمني عنه نعم فليعتزل كثرة الهرج والمرج وخلطة الناس هذه من غير حاجة طبعا وإلا كما قال الحميدي فأقلل من لقاء الناس فقال لا تلقي الناس أقلل من لقاء الناس إلا لنيل العلم أو إصلاح حالي ولا ساير عند فلان أجزر وقت يقول لك شيء من الناس يقول أن لا وقت جزر وقت هذا الوقت تضيعه رأس مالك أنت الوقت أصلا رأس مالك الوقت ورحم الله أياما كان فيها بعض الرجال يظن على وقته ظنا ويحرص عليه حرصا يفوق تصور المتصورين شيء عجيب هذا ابن عقيل الحنبلي ابن عقيل العالم الحنبلي الذي رجع إلى مذهب أهل الحق والاستقامة في مسألة رؤية الله فكان ينكرها وهو شديد في ذلك ابن عقيل ذكر هذا في مقدمة العواصم من القواصم ذكر شيء عن ابن عقيل الحنبلي وكان شديد في هذه المسألة ابن عقيل الحنبلي كان
يأكل الكعك ويفضله على الخبز. عن إيش؟ إيش بدخل هذه في الوقت؟ إيش علاقتها بالوقت؟ قال لأن الخبز يحتاج إلى مضغة، وأما الكعك فأضعه في فمي ثم أشرب عليه ماء وروح، ما يحتاج مضغة. وقد أحصيت ما بينهما من الفرق الزماني فوجدت 14 أو 15 آية من كتاب الله يقول الفرق بين الأكلتين، أكلة الكيك وأكلة الخبز، ففضلت هذه على تلك. يقول ما أكل خبز أكل كيك حفاظا على الوقت. يقول واتخذت نعلين، نعل لدورة للحمام ونعل للدار. عن إيش؟ قال ما أتخذ نعلا واحدة لعلي أريد الحمام ونعلي على الباب، أسير كذا ها وارجع كذا تضيع وقت. أو العكس، أريد أن أخرج ونعلي عند الحمام، أسير كذا وبعدين كذا تضيع وقت. أتخذ نعلين، هذه هنا وهذه هنا، واحدة انطلاقة واحد. الحرص على الوقت، الحرص على الوقت. الناس لا يهمه، لا، إذا رزقك الله تعالى فراغا فهي نعمة عظيمة. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ، فيقلل، ما يكثر من لقاء الناس وكثرة الخلطة وكثرة، لا. الأمر الثاني أن يقلل من الكلام. بعض من الناس يعني يتكلم بكل ما يقول، كل ما اشتهى أن يتكلم تكلم. لا لا، وقيل في الحكمة صمت الجاهل ستر له عن جملة الرذائل. يقال الصمت للعالم وقار وللجاهل ستر. الواحد ما يهذي، وكل ما أراد أن يتكلم تكلم، واليوم ما عرف فين صرنا وجينا، ما أحد سألك أنت فين صرت وين جيت، أحد قال لك وصرنا وجينا واستوى وكذا وكذا، ويجيب لك ويشك سالفة في سالفة، وأنت عاد يعني حتى أنه يضيق صدرك ماشي. سبحان الله، يمر عليه مجلس كاملا لا يذكر الله تعالى فيه أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ايش يقول؟ يقول أيما قوم جلسوا مجلسا ثم لم يذكروا الله، ثم قاموا ولم يذكروا الله فيه إلا كانوا كمن قام عن جيفة، يعني عن ميتة. ويقول في حديث آخر أيما قوم جلسوا مجلسا ثم لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، يعني إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة. يذكر الله، وافصلوا بين كلامكم بالتسبيح. إذا كان هناك في كلام الواحد يفصل بينه بالتسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أحيانا ثم يسكت ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقد يتكلم أحيانا ثم يقول استغفرك ربي وأتوب إليك استغفر. الصحابة يسمعوه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وقد يفصل بين كلامه بذلك. سافرنا مرة مع شيخنا الشيخ محمود، وهذه السفرة لازلت أذكرها، سفرة طويلة. لما جن الليل علينا، نحن الشيخ محمود الصوافي متعنا الله بحياته، جن الليل على الطلبة وعلينا ويبينام ينام، وقت قراءة اشتغل الشيخ بذكر الله، ما بين تهليل وما بين تسبيح وما بين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفتر لسانه من ذكر الله. وهكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به وأوجز. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالصمت، العزلة والصمت، وثالث الأشياء قيام الليل لو ركعتين. ترى قلما يوجد إنسان ما يقوم في الليل، أكثر الناس تقوم في الليل. والقيام في الليل غير قيام الليل. واحد أعرابي سألوه تقوم الليل؟ قال نعم أقوم الليل. تقوم الليل؟ قال نعم إني أقوم الليل. إيش تسوي؟ ما يحتاج يقول إيش يسوي شيء. ما شيء إنسان ما يقوم في الليل. والعجيب إنه يقوم وما يخلص، يقوم يصلي ركعتين. ركعتين يصلي ركعتين خفيفات. في مقدمة الوضع، مقدمة كتاب الوضع لأبي زكريا الجناوني رحمة الله عليه لأبي إسحاق،
يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول المقدم على كتاب الوضع، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فيه من أعرفه ومن لا أعرفهم، وفيهم أبو زكريا الجناوني، وكنت لا أعرفه إلا بصاحب الوضع. يبين مكانة كتاب الوضع وأن له عند الله كرامة، كتاب الوضع للشيخ أبي زكريا، يريد أن يبين أن هذا الكتاب له عند الله كرامة. يقول فرأيت الشيخ الجناوني في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وما كنت أعرفه إلا بصاحب كتاب الوضع. يقول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه في المجلس، يقول ما تدرون، أتعلمون ما أفضل من جوهرة أو قال لؤلؤة تنزل من السماء لأحدكم، أو كلام هذا معناه؟ قالوا ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلاة ركعتين في جوف الليل. صلاة ركعتين في جوف الليل، صلاة ركعتين، تقوم الساعة ثلاث بدل ما، ودخلت الحمام دورة المياه، يتوضأ أسبغ الوضوء مرة مرة، مرة واستنشق مرة، وغسل وجهك مرة، ويديك الثنتين مرة مرة، ومسح راسك مرة، وإذنك مرة، ورجلك اليمين مرة، واليسار مرة، وصلى ركعتين بالفاتحة وخلاص، ركعتين بالفاتحة، وسبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، وسلم وقل اللهم ارحمني، وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونام. أرجع أرقد. كم تأخذ منك ذي كلها؟ يمكن عشر دقائق تجي أو ما تجي، وقد ظفرت وفزت. الواحد يخلصه ويخرج من المكان هذا اللي هو فيه ويصير الحمام وبيرجع وبيرقد، أبدا وفاته خير كثير. نعم، قيام الليل مهم، قيام الليل مدرسة. إن ناشئة الليل هي أشد إيش؟ وطئا وأقوى مقيلا. قيام الليل عظيم. هذا الثالث. الرابع التأمل والتفكر في آيات الله، رحلة في ملكوت الله وملكه الواسع. خرج وحدك، خذ عصاك وخرج في سيح مكان في بر، وامشي تأمل في خلق السماوات والأرض، واجلس بينك. يقول سيد قطب لما عند تفسير قول الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يقول إن الله يريد منا أن نجدد نظرتنا إلى الكون فنراه كزائر له أول مرة. تصور هذا واحد من كوكب ثاني، تصور يعني تخيل أن واحد جاء من كوكب آخر أول مرة يزور الكوكب هذا الأرض، ويرى الجبال وسماء مرفوعة وهذه النجوم معلقة بين السماء والأرض، ويرى سحابا يتحرك بين السماء والأرض، ويرى هواء تارة يمنى وتارة يسرى، ويرى مياها، ويرى زروعا تنمو وتموت، ويرى طيورا تحلق بين، كيف سيكون هذا؟ ما عنده وقت أصلا يكلم حد، ما عنده وقت يكلم حد، لأن عينه وسمعه وبصره كله بيكون مشغول بهذه العجائب، أليس كذلك؟ صحيح. إحنا الآن نستغرب من صنع البشر. انت شوف هذا الحاسوب.